أربعة مواقع بديلة للبرلمان توجه لاستئناف الجلسات واجتماع مرتقب للقوى لتسوية الأزمات. هجوم يطال الجميع ويستثني الكاظمي، وزير الصدر يغرد ويبرر إخفاقات حكومة تصريف الأعمال. تحرك نيابي اتجاه ملفات الفساد بوزارة الكهرباء، والنزاهة تعلن حاجتها لتشريعات وقوانين. لا مفاوضات مع أنقرة بشأن المياه، الخارجية توضح، وجفاف هور التبايش يهدد وجود الثروة الحيوانية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة إخبارية مفصلة. كشف مصدر سياسي عن جمع أكثر من 180 توقيعا نيابيا لعقد جلسة البرلمان. المصدر قال إن الأطراف الموقعة تحته اقترحت أربعة مواقع بديلة لعقد الجلسة في مناطق آمنة، وهي قصور السلام والحكومي والجمهوري والسندباد وجامعة بغداد. وبيّن أن هذا التحرك يأتي بهدف إعادة نشاط البرلمان وعقد جلسة لتنصيب رئيس الجمهورية، ومن ثم تكليف رئيس مجلس الوزراء. يأتي ذلك في وقت حذر فيه الإطار التنسيقي من دخول البلاد في أزمة تحرق الأخضر واليابس على حد قوله. وقال النائب عن الإطار أحمد الموسوي إن التنسيقي بدأ منذ يومين بجمع تواقيع لعقد جلسة برلمانية للنظر بمطالب التيار الصدري الذي كانت لديه عدة طرق لتعطيل البرلمان عبر الدستور لا لدخول البرلمان من قبل جماهيره، لافتا إلى أن الإطار التنسيقي لا يرفض مشاركة الصدريين في تشكيلة الحكومة المقبلة. هذا وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي عن توافق القوى السياسية على عدم حل مجلس النواب في الوقت الراهن. وقال الموسوي أن جميع الكتل السياسية التي اجتمع بها رئيس لجنة المفاوضات في الإطار التنسيقي هادي العامري دعت إلى المضي في الاستحقاقات الدستورية واحترام القانون، لافتا إلى أن المرحلة تحتاج إلى تصحيح مسارات للعملية السياسية والمضي في تشكيل الحكومة التي ينتظرها الشعب بعد 10 أشهر من الانتخابات. خلق التظاهر أمام مجلس القضاء الأعلى حالة من الإرباك في المشهد السياسي، وعقد الأزمة بين الفرقاء. فبعد إغلاق الإطار باب الحوار مع التيار، يكشف من يسمى بوزير الصدر عن مفاجأة تصعيدية مقبلة. ما سلكه أنصار التيار الصدري من تصعيد احتجاجي أمام مبنى القضاء خلق حالة من الإرباك على المشهد العام، وعقد من أزمته مع الفرقاء السياسيين، خصوصا أن الكثير من الأطراف رفضت هذه الخطوة. والإطار التنسيقي أعلن أنه أغلق أبواب الحوار مع التيار، وخاطب بعدها المجتمع الدولي بكشف موقفه بشأن هذا التحرك. الخطوة الأخيرة للتيار الصدري والتصعيد وخصوصا استهداف القضاء فتحت باب كبير على التيار الصدري، لذلك كانت الأطراف كلها مجتمع على هذه الكلمة أنه لا حوار مع هذا الطرف إلا من خلال السياقات الدستورية. حلقات التقارب وبوادر الحوار جميعها علقت إلى وقت ربما تحديده يحتاج إلى مرونة عالية التنازل، وتتقبل فكرة الآخر ومنهجيته السياسية اعتمادا على أفق الحلول الغائبة حتى في أسفل طاولة الحوار المركونة لمزاجات نقاشات التفاهم بين التيار الصدري والإطار التنسيقي. رفض الحوار أيضا رفضا غير مبرر، ولا بد أن تكون يعني لا سبيل أمام الكتل السياسية لإطاره أو التيار
سوى الجلوس لطاولة الحوار والبحث عن المشتركات وإرادة حقيقية لحل الأزمة. لا خيار أمام الإطار سوى الاتفاق مع بقية الشركاء والفرقاء في العملية السياسية من تشكيل حكومة وعقد جلسات برلمان. لا سبيل أمام الإطار التنسيقي سوى المضي بهذا الطريق. المقرب من السيد الصدر وزير القائد أشار إلى مفاجأة تصعيدية مختلفة برسائلها، بينما يقول متابعون إن الإطار التنسيقي يعمل على جمع تواقيع حلفائه لإصدار قرار يمثل الجميع عند السير بطريق تشكيل حكومة جديدة في خضم اعتكاف لغة الحوار. بعد حركة التيار الصدر الاحتجاجية الأخيرة باتجاه القضاء، المشهد السياسي بدأت ملامح تصفية خلافاته تغيب شيئا فشيئا عندما اعتزم الفرقاء ألا يتحاوروا بهذا التوقيت. أحمد ليث بغداد، الرابعة. من المقرر أن تعقد القوى السياسية اجتماعا اليوم بحضور ممثلة الأمم المتحدة جونين بلاسخارت بخصوص إنهاء الأزمة الحالية. القيادي في الإطار التنسيقي فاضل الفتلاوي ذكر بأن الإطار سيركز في الاجتماع على عدة نقاط، أهمها تشكيل حكومة بصلاحيات كاملة للمضي بالقرارات القانونية وكذلك استئناف جلسات البرلمان. وأضاف الفتلاوي أن هناك تخوفا فيما بين الإطار والتيار، وهذا الأمر لا يجب أن يستمر، حيث أن الحوار هو ما سيخرج البلاد من الأزمة وليس شيئا آخر. إلى ذلك، رهن الحزب الديمقراطي الكردستاني مشاركته بمؤتمر القوى السياسية اليوم بتحقيق التوافق والمشاركة العامة. مستشار رئيس الحزب عرفات كرم قال أن الديمقراطي مع الحوار لإنهاء الأزمة شريطة حضور الأطراف السياسية أو الأساسية كافة ولا سيما التيار الصدري. وبين كرم أن حضور جميع الأطراف إلى الاجتماع من شأنه الوصول إلى صيغة حل وتفاهم لإنهاء أزمة التظاهرات وتعطيل البرلمان. هذا وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد عقد اجتماعا في قصر السلام مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان لبحث تطورات الأزمة السياسية. بيان لرئاسة الجمهورية أكد أن المجتمعين اتفقوا على خطورة المرحلة الحالية وصعوبة التعامل معها في ظل التصعيد الحاصل في الشارع. وذكر البيان أن جميع الأطراف شددت على ضرورة عمل كل سلطة ضمن صلاحياتها لتفعيل طاولة الحوار بين الفرقاء السياسيين. هاجم ما يعرف بوزير الصدر صالح محمد العراقي البرلمان ورئاسة الجمهورية والقضاء والنواب المستقلين والأحزاب، واستثنى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقال العراقي في تدوينة أن البرلمان لم يبر بقسمه ولم يستطيع القيام بمهامه، ورئيس الوزراء يصفونه بتصريف الأعمال كثر ضده بالتهديد والوعيد وبلا موازنة يستطيع معها القيام بمهامه، ورئيس جمهورية مسلوب الصلاحيات، مشيرا إلى أن القوى التي تحارب تظاهرات الصدريين تريد تشكيل حكومة لكي يكملوا بيع ما بقي من العراق على حد قوله.
مواقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن القضاء والمحكمة الاتحادية منذ المصادقة على نتائج انتخابات الدورة الخامسة إلى البرلمان إلى آخر تغريدة تخص الاعتصامات أمام السلطة القضائية، نتابعها معا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. متحزب وغير نزيه وتابع لجهات سياسية ويكيل بمكيالين والعديد من النعوت الأخرى يتلقاها القضاء والمحكمة الاتحادية منذ أسابيع من بيانات وتغريدات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أو القيادات الصدرية، بل وصل الأمر بحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى إلى حد التهديد بالقتل. في 23 من تشرين الأول للعام 2021، أي بعد نحو 10 أيام على إجراء الانتخابات، شدد الصدر على عدم الضغط على مفوضية الانتخابات أو بعمل القضاء أو المحكمة الاتحادية. أما في 25 وبالتزامن مع احتجاجات المعترضين على نتائج الانتخابات، وجه الصدر رسالة للمتظاهرين بأن لا ينبغي أن تتحول المظاهرات السلمية من أجل الطعون الانتخابية إلى مظاهرات عنف واستصغار للدولة. بتغريدة ثالثة لزعيم التيار الصدري في 24 تشرين الثاني، جدد تأكيده على عدم التدخل بعمل القضاء والمحكمة في تصديقها على نتائج الانتخابات. أما بعد شهر تقريبا وتحديدا مع إعلان نتائج الطعون الانتخابية في 27 كانون الأول الماضي، جاءت تغريدة الصدر بشكر خاص وبالأسماء ولا سيما القضاء، وخص بالذكر القاضي فائق زيدان والمحكمة الاتحادية، ومع إصدار المحكمة الاتحادية أمرا ولائيا بإيقاف مؤقت لعمل هيئة البرلمان. جاءت الإشادة من الصدر في 13 كانون الثاني الماضي بأن ذلك هو أولى خطوات المعارضة البرلمانية. السياسة يوم لك ويوم عليك. بهذه العبارة خاطب الصدر السياسيين المعترضين على نتائج الانتخابات في 13 كانون الثاني الماضي، وقد رفض بأن تتحول العملية الديمقراطية إلى لعوبة بيد من هب ودب. في 25 كانون الثاني قال الصدر مرة أخرى: أثبت القضاء نزاهته واستقلاليته فشكرا لله وشكرا للقضاء العراقي. فبهذه المواقف تبنى الأوطان. أما في 24 شباط وبتغريدة غاضبة، انتقد الصدر وجود ضغوط حزبية وطائفية على القضاء، وشدد على هيبة القضاء واستقلاله وعدم تسييسه من خلال تلك الضغوطات. بدأ الاختلاف بمواقف السيد الصدر شيئا فشيئا، فمع أي قرار لم يتوافق مع ما يراه. ففي 31 تموز الماضي ومع بدء تظاهرات أتباعه بالمنطقة الخضراء، قال أن ما يحصل هو فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات التي زورت لصالح الدولة العميقة. وهنا نتساءل، كيف هي مزورة الآن ولم تكن كذلك قبل استقالة الكتلة الصدرية؟ أما في 10 آب الحالي، تغيرت لهجة الصدر بمخاطبة القضاء ودعاه لحل البرلمان بطلب لا يتوافق مع الدستور بحسب بيانين للقضاء يخصان المادة 64 من الدستور. وقد كانت آخر خطوات الصدر هي التظاهر أمام مجلس القضاء الأعلى في 23 آب بعد أن هدد بخطوة مقبلة عقب ما سماها بسياسة التغافل، وهذا ما سبب شجبا وإدانات محلية ودولية على هذه التصرفات وتهديدات للسلطة القضائية في العراق، وبعد توجيه الصدر أتباعه بالانسحاب من مجلس القضاء الأعلى يترقب الشارع الخطوات المقبلة لسياسة البلد. شكرا لكم وإلى اللقاء.
إذا مشاهدينا الآن سيكون معنا عبر خدمة أسكايب القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني السيد أحمد الهركي. أهلا بك سيد أحمد. إذا من المفترض أن تكون اليوم جلسة حوار جديدة تعقد هذا اليوم، حدثني عن معلوماتك بشأن هذه الجلسة، من من الممكن أن يحضر، وأيضا أنتم يعني من الممكن أن تشاركونا في هذه الجلسة، جلسة الحوار التي من الممكن أن تعقد؟ تحية لحضرتك مشاهدي قناة الرابعة الكرام. الجلسة التي حضرتك ذكرتها هي ارتداء لجلسة أخرى عقدت الأسبوع الماضي. نحن كاتحاد وطني كردستاني جزء من المشهد السياسي العام، السيد نافذ جلال الطلباني حضر الاجتماع الأول. نحن نشهد مرحلة حساسة في العملية السياسية، هناك برلمان لا يستطيع عقد جلساته، حكومة تصريف أعمال، السلطة القضائية التي كانت الحصن الأخير للعملية السياسية تعرضت قبل يومين إلى اعتداء. لذلك نحن أمام مشهد جديد. أنا برأيي الصدريين كانوا واضحين بأنهم لم يحضروا الاجتماع، أيضا داخل الضخمة في الإطار التنسيقي يعني كان هناك آراء تقول لماذا نشارك إذا كان مثلا حسب يعني فرحهم السياسي، وبذلك كذلك عدم حضور الصدريين. ولكن أعتقد يعني ربما حسمت النقاشات داخل الضخمة في الإطار في الحضور إلى جلسة التي ستعقد اليوم. نحن نأمل أن تكون هناك أن يصدر عن هذه الجلسة مثلا حل لحالة نحن كنا في الفترة. تعتقد ستكون مخرجات هذه الجلسة مختلفة عن جلسات الحوار أم ستكون كشاكلاتها؟ يعني جميع جلسات الحوار هي تحث على يعني الحوار والالتزام بالدستور والقوانين والعودة مرة أخرى إلى طاولة الحوار بين الفرقاء. تعتقد هذه الجلسة ستكون مختلفة أم يعني لا تأتي بجديد إذا لم يحضرك؟ نعم، في الفترة السابقة عانينا من كثرة الاجتماعات وكثرة ولكن والبرامج والبيانات، ولكن لا شيء جديد على الواقع. أنا برأيي بدون توفر الإرادة السياسية، بدون تغليب المصلحة الوطنية، تقديم تنازلات جزئية من الجميع، يجب على الأخوة في التيار الصدري أيضا أن يدركوا أن الالتزام بالقانون والدستور والحوار وثم الحوار وثم الحوار، يعني لا سبيل لدينا غير الحوار. الإصلاح لا يعني هدم العملية السياسية، الإصلاح لا يعني هدم الدولة العراقية. لذلك علينا أن نكون إذا كانت لدينا نية بالإصلاح نشارك معا جميعا في إيجاد صيغة للإصلاح. العملية السياسية العراقية منذ عام 2003 حتى الآن نحن كلنا كنا شركاء فيه، الكل شارك. إذا كانت هناك إيجابية فهي جزء تحسب بالجميع، إن كان هناك خطأ في النظام السياسي أو في الأداء الحكومي وهذا حصل بالفعل فالجميع يتحمل يعني الوزر أو خطأ تلك الفترة من عمر 19 سنة من الحكومات العراقية المتعاقبة. لذلك نحن نمر في مرحلة خطيرة، كنا في الفترة السابقة نعاني من الانسداد السياسي، نحن الآن نعاني من الاضطراب السياسي. يعني هناك خطورة يعني حقيقية في العملية السياسية في العراق إن لم يتم تداركها من قبل صوت العقل والحكماء. سيد أحمد إذا تسمح لي، يعني الإطار ربما اقترب أو جمع 180 توقيع من أجل عقد جلسة البرلمان التي من الممكن أن تعقد حتى في مكان آخر غير مجلس النواب. ما موقفكم أنتم في الاتحاد الوطني من هذه الخطوة؟ يعني تشاركون في هذه الجلسة أم تنتظرون أن يتم هناك توافق ما بين الفرقاء أو حتى أنتم الكرد ومن ثم الذهاب إلى جلسة البرلمان؟ بصراحة سيدتي نحن نتفق مع الأخوة في الإطار في جزئية المضي باستحقاقات الدستورية والقانونية، هذه النقطة نتفق عليها، ولكن في نفس الوقت نحن نسعى لنعطي المزيد من الوقت لعله تسفر الحوارات. ربما هناك حوارات داخل البيت الشيعي، كان هناك أخبار تتحدث عن لقاء مهم ربما بين السيد هادي العامر والسيد مقتدى الصدر، يعني ربما الأحداث الأخيرة أجلت هذا الموضوع، ولكن لنكن متفائلين ربما يعقد هذا يعني لضرورات يعني المرحلة الآن وحدة المكون الشيعي هي ضرورة وطنية، وعلينا نحن الفرقاء السياسيين الآخرين المكونات التي جميعنا نشكل يعني الوطن العراقي أن ندرك أن قوة وحدة المكون الشيعي في هذه المرحلة الحساسة هذا يقي العملية السياسية، هو ضرورة أساسية للعملية السياسية. لذلك نحن سننتظر ماذا سيصدر عنه من حوارات داخل البيت الشيعي ولعله أيضا حوارات الوطنية الأخرى التي تجري. يعني حوارات البيت الشيعي الآن متوقفة أو شبه معدومة في الوقت الحالي خصوصا بعد الخطوة الأخيرة والتحرك ضد القضاء، وهناك ربما يعني
وزير الصدر ذكر بأن هناك من خطوة مباغتة أو خطوة جديدة تصعيدية أخرى. بهذه الحالة نحن ننتظر بالتالي نهاية الشهر موقف المحكمة الاتحادية اتجاه حل البرلمان والمطالبة بهذا الموضوع. هذا الرد إن توافق مع القضاء الأعلى ستدعمون هذه الخطوة، الخطوات الدستورية، ستطالبون بعقد هذه الجلسة رغم الاحتجاجات ورغم الاستمرار بها؟ سيدتي فيما أقص يعني السؤال القادم يعني حضرتك إذا أكمل حل البرلمان يعني إذا كان ضمن القانون والدستور نحن نرحب به، وإذا كان حل البرلمان هو حل لحالة الانسداد السياسي أو الاضطراب السياسي الذي نعاني منه الآن فأعتقد الاتحاد الوطني الكردستاني وحتى الأحزاب الكردية الأخرى، ولكن نحن بحاجة إلى أولا حكومة بكامل صلاحيتها تشرف على الانتخابات، بحاجة إلى قانون الانتخابات، لذلك الحل أيضا هو بالعودة جلسات مجلس النواب، وحسب النظام الداخلي مجلس النواب يحط يعني ليس فقط الأماكن التي حددت في بغداد، بل ممكن أن تحط جلسة البرلمان حتى خارج بغداد، وهذا مذكور في النظام الداخلي لمجلس النواب المادة 21 الذي ينص بالنص الصريح يمكن عقد جلسات مجلس النواب في بغداد، هو يعني تعقد جلسات مجلس النواب في بغداد ويمكن نقلها الى محافظه او مكان اخر عند الضروره، لذلك نحن الان نمر بظرف ربما طارئ، لذلك هناك اماكن التي حضرتك ذكرتيها جامعه بغداد قصر السلام او اماكن اخرى داخل عاصمه بغداد او حتى خارج العاصمه بغداد يقتضي الضروره، لذلك الاطار ربما الان يسير بمسارين، هو يعول على ان يكون هناك من الممكن أن تعقد في السليمانية هذه الجلسة سيد أحمد بسؤال؟ والله في السليمانية أو أربيل أو النجف أو كربلاء أو البصرة أي محافظة عراقية أعتقد قانونيا ودستوريا هذا يجوز، إذا وأنا قلت لحضرتك إذا كان حل البرلمان هو حل لحالة الانسداد الذي نعانيها ولكن هذا يجب أن يكون ضمن القنوات القانونية الدستورية. نعم. لذلك لو عقدت في السليمانية أو أي محافظة أخرى هذا قانونيا ودستوريا، لذلك لا إشكال قانوني ودستوري فيما يخص إذن السيد أحمد الهركي القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. قررت اللجنة المالية النيابية استئناف عملها في أداء واجباتها الرقابية، وذكر بيان للمالية النيابية أن اللجنة اجتمعت بحضور أعضائها كافة لمناقشة العديد من القضايا، مبينا أن اللجنة قررت متابعة جميع الوزارات والمحافظات التي تم تخصيص مبالغ مالية لها في قانون الدعم الطارئ، وكذلك متابعة دور وزارة المالية في إعداد الموازنة المقبلة. اللجنة في اجتماعاتها أكدت على ضرورة إيكال مهام الوزارات الشاغرة ولا سيما وزارة المالية التي استقال وزيرها مؤخرا إلى أصحاب الخبرة والاختصاص. كشفت لجنة النزاهة النيابية عن حراك نيابي اتجاه القضاء والادعاء العام لفتح ملفات الفساد في عقود وزارة الكهرباء. وقال عضو اللجنة هادي السلام أن عقود وزارة الكهرباء ومن بينها عقد الجباية الإلكترونية يشوبها الفساد وهدر للمال العام طيلة المدة الماضية في ظل وجود دعم كبير جدا على قطاع الطاقة في العراق، مشيرا إلى أنه أكثر من 540 مليار دينار سنويا تدفع من قبل حساب المواطنين إلى وزارة الكهرباء لحساب شركات لا تملك الخبرة والكفاءة. أكدت هيئة النزاهة عن حاجتها لحزمة إجراءات من السلطتين التشريعية والتنفيذية لتقويض حجم الفساد ومحاسبة المفسدين والتقليل من هدر المال العام. رئيس الهيئة علاء الساعدي أكد أن ملف مكافحة الفساد عمل جماعي يتطلب المساهمة في سد حاجة الأجهزة الرقابية إلى حزمة من الإجراءات من السلطتين التشريعية والتنفيذية، لافتا إلى أن الهيئة حلقت وصلا فيما يرد من مجلس النواب وتقارير ديوان الرقابة المالية من تقارير ومعلومات التي تحرص الهيئة على التحقيق فيها وإحالتها على القضاء الذي يشرف على عملها. قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص تسجيل صوتي عن جرائم فساد في صلاح الدين، وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية ستتخذ الإجراءات القانونية بخصوص التسجيل الصوتي المتداول عن وجود جرائم فساد في محافظة صلاح الدين يتم التطرق فيها إلى أحد القضاة.
من جانب آخر، أوضحت رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية حقيقة إصدارها مذكرة قبض قضائية بحق مدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت الرئاسة في بيان أن محاكم التحقيق في رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية لم تصدر أي مذكرة قبض قضائية بحق مدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بكم من جديد. أرجعت وزارة الخارجية سبب عدم وجود أي مسار تفاوضي مع الجانب التركي بشأن ملف المياه لعدم اختصاصها بالملف فنيا. وقالت الوزارة إن ملف المياه فني وتقني ويعتبر من اختصاص وزارة الموارد المائية، لافتا إلى أن الخارجية لا تمتلك أي منفذ حواري وتفاوضي مع أنقرة بشأن المياه أو غيره منذ مدة بسبب تداعيات القصف التركي على محافظة دهوك. أعلنت وزارة الخارجية نفوق أكثر من 700 رأس من الماشية في هور الكبايش بمحافظة ذي قار. مدير عام الثروة الحيوانية عباس حسين ذكر بأن وزارة الزراعة خاطبت وزارة الموارد المائية لزيادة إطلاقات الحصص المائية لإنقاذ الأهوار من الجفاف. وأضاف حسين أن الاعتماد على المياه الجوفية لتفادي الأزمة في الأهوار صعب على اعتبار أن كميات المياه المستخرجة قليلة مقارنة بما تحتاجه الأهوار، فيما بين أن حيوان الجاموس يعتمد بالدرجة الأساس على المياه. تحقق بابل الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأسماك لتدخل المدينة مرحلة التصدير إلى بقية محافظات الفرات الأوسط على الرغم من قلة الدعم الحكومي وشح المياه. أكثر من 2000 طن هي حصيلة إنتاج بابل من الأسماك لهذا الشهر فقط، إنتاج حقق الاكتفاء الذاتي حتى وصل إلى نسب مرتفعة للتصدير إلى محافظات الفرات الأوسط لتدخل المحافظة بمرحلتين بالإنتاج، هي الأقفاص العائمة والبحيرات والتي تتوزع على الأنهر والجداول في عموم المحافظة. أنتجت محافظة بابل في هذا الشهر 2761 طن من الأسماك، وزعت على 1115 طن على الأقفاص العائمة و1646 طن على البحيرات الطينية، وهذا طبعا جاي من تضاريس بابل اللي ساعد على تربية الأسماك بالإضافة إلى أجواءها، بالإضافة إلى أنه المربين في بابل لهم الباع الأكبر في تربية الأسماك ومعرفتها. قلة الدعم الحكومي فضلاً عن شحة المياه معوقات واجهت أصحاب أحواض الأسماك، فمديرية الموارد المائية وبحسب قولهم باتت تشكل حاجزاً بينهم وبين الإنتاج العالي لعدم توزيع كميات المياه بصورة متساوية. احنا صار عندنا اكتفاء ذاتي بالسمك، وبالنسبة بس إن المعوق الوحيد هو الحصة المائية، يعني الموارد المائية ما تتعاون يعني خلى أكبو بعض البحيرات عزوف عندها، الناس عزفت من وراء السمك. بس رغم هاي الظروف حاولنا بكل الجهود أنه نسوي اكتفاء ذاتي. وتشكل الإطلاقات المائية موضوعا مهما يرتبط مباشرة بقيمة الإنتاج الكلي من الأسماك. شحة المياه ومشكلة نفوق الأسماك لم تكن عائقاً أمام أصحاب البحيرات لإنتاج كميات كبيرة تصل إلى الاكتفاء الذاتي وحتى التصدير لبقية المحافظات من الأسماك. زيد الشهي، برابعة، بابل. أكثر من 200 مشروع خدمي واستثماري خصص لذي قار بعد إعلانها مدينة منكوبة، فيما يرى مراقبون أن خطة المشاريع هذه لا ترتقي إلى حاجة المحافظة من الخدمات. منذ آيار عام 2020 أعلن عن إطلاق مشاريع خدمية في محافظة ذي قار بعد إعلانها محافظة منكوبة. مشاريع خصص لها أكثر من 800 مليار دينار عراقي بواقع 220 مشروعا للخدمات والاستثمار
حيث يرى مراقبون أن خطة هذه المشاريع لا ترتقي لحاجة المحافظة. هذه الحقيقة الأموال اللي هي نهزت على التريليون دينار عراقي أنفقت للأسف بمشاريع يعني بكلف عالية لا تتناسب مع كفاءة الشركات المنفذة. لا تزال مشاريع محافظة ذي قار سواء كانت على تنمية الأقاليم أو مشاريع صندوق الإعمار مشاريع متلكية وليس دون المستوى المطلوب، إلا أنه لم نلاحظ أي تغيير في المحافظة لحد الآن، ومشاريع صندوق الأعمار أكثر تلكؤ وأكثر عدم استمراريتها. مسؤولون في ذي قار أكدوا أن العمل جار في إكمال بقية المشاريع لتقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدين أن العام الحالي تم تخصيص 200 مليار دينار عراقي ضمن ما يعرف بقانون الأمن الغذائي بانتظار أن يحال العمل إلى الشركات المختصة. حقيقة محافظة ذي قار تعرفون ما كانت هناك موازنات على مستوى المحافظة حتى في سنة 2019 ما تجاوز الموازنة ككل 50 مليار، ولكن في عام 2021 جانا صندوق عمار ذي قار تقريبا حجم الموازنة فيه يصل إلى 850 مليار، صارت أكو قفزة نوعية مستوى المشاريع. ويجري الحديث عن توزيع خطة المشاريع على 8 قطاعات تتمثل بدوائر البلديات والطرق والجسور والماء والمجاري والكهرباء والصحة والتعليم والشباب والرياضة. مشاريع ذي قار بين التخصيصات المالية وعامل الزمن، تبقى طموحات المواطنين معلقة كملفات في أدراج المسؤولين. من ذي قار هاني الحربي الرابعة. أفاد مصدر أمني باندلاع حريق في مزارع تابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك إثر قصف تركي جديد. وقال المصدر أن المروحيات التركية قصفت مجموعة من الغابات في قضاء العمادية أعقبه نشوب معارك بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكردستاني، مشيرا إلى أن القصف أدى إلى نشوب حرائق كبيرة بالغابات والأراضي الزراعية في محيط قريتي برجي وسكري التابعتين لقضاء العمادية شمال دهوك. اعتماد المتانة والكفاءة وتوخي معايير الأمان هو الهدف الذي رسمته أمامها مديرية المرور العامة في قرار الفحص الذي ستخضعه المركبات عند تسجيلها وفق شروط صارمة. فحص سيطابق مدى كفاءة المركبة لشروط المتانة والأمان والمعايير المعتمدة بشروط السلامة، ومن طريق جهاز الفحص الإلكتروني أو ما يسمى بالعامية الهزة، إذ ستخضع جميع المركبات أثناء عمليات البيع والشراء وتحويل الملكية للفحص هذا، وفي حال ظهور بعض الأعطال فيها يتم تبليغ المواطن بالذهاب لإصلاحها والعودة من جديد. يعني هو مشروع يعني احنا نتمنى لأنه معمول بباقي الدول بشمال العراق معمول به، بس احنا نشوف الظروف مواتية لهذا الشيء، اكو شغلات اهم منه، توسعة الطرق، صيانتها، إضافة مجسرات، أنفاق. والله وزيان، بس المفروض غير البنية التحتية جيدة ده حتى يفعل هذا القرار. هذا البنية التحتية كلش تعبانة، شوارع قسات، نقر بالشارع، المنهولة صايرة هيك عالية تضرب شو اسمه الدبل مع السيارة تخلي بيه صوت، يعني دمار هذا. الحسينية والتاجيات وقرب مديرية المرور العامة مواقع 3 في العاصمة سيتم فيها فحص المركبات بواسطة الهزة، ولم يخفي البعض المواطنين تخوفهم من جعل تلك الطريقة هدفا في استغلالهم أو ابتزازهم من قبل بعض ضعاف النفوس. صحيح هو راح يخدم، بس أكثرية الموظفين والهاي يعني قاعد تعبر بالفلوس صراحة. وعدك أنا أشتغل بالسيارات، هاك شوف شغلي تعبر بالفلوس، يعني سيارة أرقام يطلعونها بالفلوس، الإجازة تطلعها بالفلوس بدون لا تروح ولا شيء، بس تروح تبصم كل شيء تراهم، فاي أول تالهم راح تراهم بالفلوس. بس هم هسه عبالك ما راح يمشون، هم راح تراهم، هم راح يسوونها، هم ينعود شغلتك هاي سيارتك بيها شيء هاك أذني ومشي ليها. كنا هلا العراقيين ماكو واحد يعني معصوم، كلها
فهاي أنا أقول ما تنجح هنا بالعراق، مو يعني مثل سليمانية وأربيل نطبها سيارة والله ناخذها جديدة، تجي هنا العراق تتكسر. وعلى ما يبدو فإن قرار الهزازي هذا سينهي حياة أغلب المركبات، سيما وأن أغلب السائقين أبدوا امتعاضهم من هكذا قرارات وصفوها بالمجحفة. من بغداد حيدر نصيف، قناة الرابعة. إذا مشاهدينا الكرام ختام هذه النشرة، نذكركم بعناوينها. أربعة مواقع بديلة للبرلمان، توجه لاستئناف الجلسات واجتماع مرتقب للقوى لتسوية الأزمات. هجوم يطال الجميع ويستثني الكاظمي، وزير الصدر يغرد ويبرر إخفاقات حكومة تصريف الأعمال. تحرك نيابي اتجاه ملفات الفساد بوزارة الكهرباء، والنزاهة تعلن حاجتها لتشريعات وقوانين. لا مفاوضات مع أنقرة بشأن المياه، الخارجية توضح وجفاف هور الكبايش يهدد وجود الثروة الحيوانية. إذا مشاهدينا الكرام، للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة دوت تي في، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، تيليجرام، تويتر، سناب شات، وتيك توك. شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.